مش فرصة، مش فرصة، مش فرصة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم جميعا اصحاب سكار؟ بتكونوا بخير. قبل اي حاجه نصلي على النبي على الدرس السريع. فكره الفيديو النهارده معايا هي عن لعبه انشارت 4، والنهارده هتبقى الحلقه الثانيه في اللعبه. طبعا بعد اول حلقه عملناها وكانت من شهر تقريبا، النهارده هنعرض الحلقه الثانيه في اللعبه. طبعا اللعبه مش حديثه، بس هي لعبه من افضل الالعاب اللي كنت حابب اجربها معاكم. ولو كنتوا عايزيننا نلعب لعبه معينه يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. فكل عليك بقى يا صديقي انك تنزل تعمل لايك للفيديو، ولو كنت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وفعل الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. ولا بدنا نبدا الفيديو ونشوف مع بعض كده. البدايه بقى يا جماعه، اولها كده عليك ان تفعل اكثر من ذلك. acabemos con esto. لنذهب. ركز بقى. الله عليك يا روحة. هيا. الله عليك. الله عليك. الله عليك. ايه ده؟ chingada este gringo sabe pelear, لا 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 ركز يا ابو التحديد. افيرك متسال زي است. ايه ده يا جماعه؟ ده زمايله معايا يا جماعه. غنى الملو ظلم والله. حلاوتك حلاوتك. هذا طلبه. احسن طبعا يا استو بندخو. لازم تاخد حقك. نلت منك. لازم تاخد حقك. طب تعالى بقى. احسن. عورت يا بيضا؟ يا ابن اللذينة. خد حقك. الله عليك. الله عليك. تدريش فرصة. تدريش فرصة. تدريش فرصة. اقلبوا بقى. انت احسن. يلا يلا. الله عليك. اديله اديله. كفى يا احمقان. الشرطة قفشتهم يا جماعة. أليس كذلك؟ يا متاه ليكو كما ميردا. كلمني عندما نتجهز للتعارف. الحبس الانفرادي. ليه كده؟ اصمت. حبس انفرادي؟ يعني واحد يبقى حبس انفرادي وواحد عادي؟ ازاي يا جماعة؟ افتح. تاب برضه. حقك. كم يفترض أن أبقى هنا؟ ها؟ أين المرحاض؟ إنه أمامك. استمتع. سأفعل. استمتع إزاي؟ معلش يا بني. نايم هوت. فتح حواليه الباب. انهض. كنت احلم حلما رائعا. مهلا. انتبه. اهدأ. ترى واخدينهم رايحين على فين؟ اللعبة يا جماعة رغم ان هي بقالها فترة جامدة نازلة، بس كان نفسي فعلا اجربها عندي في قناتي. نبدأ احنا نتحرك بقى. استنى يا عم، استنى جاي وراك والله. ايه ده يا عم؟ انتوا بتضربوا لي كده ليه؟ اوعى تضرب انا كمان ازعل. اصمت. صباح الخير. صباح النور. يصعب معرفة مين. يا احمق اصعد اعلى السلالم. يا احمق الكلام لينا احنا ولا ايه؟ ليه كده طب؟ ادخلوا السجين. افتحوا البوابة. طلع لينا احنا الكلام ده يا جماعة. يا ترى واخدنا ورايح على فين؟ مرحبا في بنما. بنما؟
bravo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas. Cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. تحرك أو غاد. هيا تنكليسك. لديك بعض المخطئين. نعم جمهوري العاصر. حاجة كويسة طبعا يا جماعة انه يبقى ليه محبين. ايه اشمعنى وقفت هنا؟ طب نخش احنا يعني؟ اوه افتحوا البوابة. اون لو ييفاس مفاجأة. وانا بحب المفاجآت. اتحدث بعض الاسبانية. رائع. مهلا ماذا قلت؟ ستعرف قريبا. ايه كده الزقة دي؟ ليه كده؟ ايه ده يا جماعة؟ وانا هيتعمل فيها كده ولا ايه؟ لا يا عم لا يا عم مش عايزين الدرج. فين؟ تمام. رايح بينا على فين انت كده؟ الى اين ستأخذني؟ ده جاي يسأله نفس السؤال اللي انا بسأله له يا جماعة. هي هتمشي ولا ايه نظامك ولا هتفتح الباب دوت ولا ايه؟ ايه يا جماعة؟ ليه كده؟ ليه كده؟ تمام. أنت أولا. أدينا نازلين يا حبيبي. هذا ليس مريبا على الإطلاق. لا يبدو لي هذا كما كان. الفريند يا جماعة. حسنا من هناك. ماشي كده. ايه ده احنا خرجنا بره يا جماعه. يا عم عادي ما احنا مع بعضينا اهو. في ايه؟ وصلنا. ايه ده؟ حسنا. ايه البرج ده؟ حسنا ستنزع الاصفاد. ساشترك. اشترك مهما كان ما ستعثر عليه. اريد جزءا. اتفقنا أن تدخلنا وتخرجنا من هنا وهذا كل شيء. فقط أخاطر بنفسي من أجلكم. وريف يدفع لك أموالا كثيرة لتعويضك. صحيح لكن ليس بما يكفي. قيل لك ألا تفتح هذا. أجل وقيل لي أيضا ألا أقبل رشاوى وألا أجلب أحدا هنا وألا أضرب السجناء. ولكن نحن هنا. حسن لكن احترس. عمره 300 سنة. كنت عضوا في طاقم الكابتن هنري إيفري. هل تعرفه؟ كان قرصانا. القرصان الذي قام بأكبر سرقة في التاريخ ولم يعاقب. قرأت عنه. هذا رائع. ذهب وجواهر قيمتها 400 مليون دولار. كل هذا من سفينة واحدة. اسمها كانزوي. نعم أنا أعرف القصة. ما مغزى كلامك؟ أنا في أعلى زنزانة في سجن الإسبان. ها هو آمل أن تصل. إيه ده يعني الزنزانة اللي فوق ده يا جماعة؟ هي زنزانة الإسبان؟ وتحمل صليبي وتكتشف ثروات النعيم. ماذا؟ يعني مجرد يا جماعة إنه يلاقي الصليب دوت يبدأ يلاقي بقى كنوز بس تدريجياً تقريباً. لا 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 لا. لم تدفع المال للوصول إلى هذا المكان الجهنمي بحثاً عن مجاز. أريد جزءاً. حسناً سأخبرك. سأفحص زنزانة السجن. إن كان لا يزال هناك أي شيء بعد 300 سنة ناقش ريف في هذا. هيا. كلام معقول برضه. الخطاب. من فضلك. كيف ستصعد هناك؟ سأتسلق. إلا إن كنت نقعد نتنطط يا جماعة. أنك تريد الاشتراك. لا تكسر عنقك. أجل أنتوي هذا. يلا يلا بنت حتيع ركز كده دوحة. أوه الله عليك يا بنت حتيع. كده المطلوب مننا ان احنا نطلع فوق. أوه احنا وقعنا تحت ليه يا جماعة؟ ايه ده؟ ماذا يوجد هنا؟ حاجة ذهب يا جماعة. كويس برضو شغال. طب هنطلع من هنا تاني.
دي بتتزق، نبدأ نزقها. في حاجة هنا تاني؟ في حاجة هنا يا جماعة؟ ده الحبل بتاعنا يا جماعة. تمام كده، كده احنا مستعدين يا جماعة ان احنا نطلع. يلا يا دوحة. الزنزانة، الزنزانة، ركز يا ابو التحديح. يلا دي. اوه الله عليك، الله عليك، تسلم والديك. اهم حاجه التركيز هنا يا جماعه في النقط دي. يلا يا دوحه، نظبط بقى في تاني نطه. اوه ليه كده، ليه كده، ليه كده؟ عايزين نركز يا جماعه. الله عليك يا دوحة. نبدأ واحدة واحدة. اوه ليه كده؟ ليه كده؟ يلا ده طلعنا أول حاجة يا جماعة. نبدأ ننزل من هنا. ما بحبش النطة الأولى دايما يا جماعة. شمن وين من وعش. الله عليك يا دوحة. خلينا ننتظر حتى يعرف حسام بالأمر. بدأنا نطلع يا جماعة. إلى الأمام والأعلى. كده هانت يا جماعة، نبدأ بقى نخش من هنا. دايما ننقي الأماكن اللي بنطلع منها. الله ينور عليك. نبدأ نمشي من هنا. يلا بدو احنا. الله عليك. اعثر على اعلى زنزانة. الله عليك يا دوح. لا اصدق انه كان هناك عشرات القراصنة المحتجزون في انتظار الان. ركز يا دوح. كده في غرفة يا جماعة. حسنا. الله ينور عليك. ايه دوت؟ ايه ده، مطوة؟ ايه شكلها مطوة يا جماعة؟ في هنا ايه كمان؟ رسالة. وكنت أظن أن السجن العصري سيء. نبدأ بقى احنا ايه، نطلع فوق كده. لا أصدق أن المكان لا يزال موجودا. عرف الإسباني كيف يبني سجنا قويا. يلا يا دوحة. كم من القراصنة مات؟ حسنا لن اكذب. هذا رائع. قربنا يا جماعه نطلع فوق. يلا روح حاني تاني. سام يفوته الكثير. ها نحن ذا زنزانه بيرنز. وصلنا يا جماعه الزنزانه. زنزانه بل جناح فاخر. ده كده جناح فاخر. اين البدايه؟ البداية من هنا. الرموز، رموز الكيمياء للذهب والفضة. مهلا، رأيت شيئا كهذا على الخطاب. طب نبص على الخطاب. هذا جزء من الرمز. ها هو النصف الآخر. إذا هكذا أفضل. يوجد رمز علم الأبراج. نبدأ بقى يا جماعة نشوف رمز العقرب. رمز العقرب ده المفروض رمز القوس يا جماعة. كل هذه الخربشة نشوف هنا كده شيئا. ليس طب هنعرف منين ده كذا
حجر مكتوب عليه. ده نشوف هنا. ليس هذا ايضا. طب نبص على رموز. تمام. يبقى نبص الناحية دي. لا شيء. لا. لا. نبدأ بقى نشوف ده. شكلها هو هو يا جماعة. وصلنا. فلتنظروا لذلك. اوه الصليب. لما وصل لدوت يا جماعة يبقى هيقرب كده يوصل للكنوز التانية، بس امتى تحديدا دي الله أعلم. في حاجة تانية طيب ولا لأ؟ للأسف مفيش حاجة تاني. حسنا وقت الرجوع. كده نبدأ نرجع بقى يا جماعة. نخرج بقى من الباب ده. يلا بالتحديد. هيا. ها. اوه اوعى تقع. كده نبدا ننزل يا جماعه. يلا بالتحديد. ركز يا بالتحديد. ركز يا بالتحديد. هنا نازلين. والان ماذا؟ يلا الله عليك الله عليك. نبدأ بقى نخرج من هنا واحدة واحدة. اوه ركز ركز واحدة واحدة. احنا مش مستعجلين. اوه يلا دوحة. حاسب حاسب. الله عليك. خرجنا يا جماعة. يلا افتح الباب. الله عليك. قد ضاع كتفي. ها هو فارغس. اريد نصيبي. ايه ده واقف مستنينا يا جماعة. سأشركك. يلا يا دوحة. ركز يا ابو التحديح. اوه اوعى اوعى تقع. الأولى ينسى. يلا الثانية يا دوح. الله عليك يا دوح. نبدأ نطلع من هنا. هذا جاي. نبدأ نطلع من هنا. يلا يا دوح. كده يعتبر وصلنا خلاص يا جماعة. طب كده بقى ننزل من هنا ولا ننزل له الناحيه التانية؟ لا ننزل من هنا احسن. يلا دوح. لقد فعلتها. ماذا وجدت دريك؟ ماذا؟ المكان خال. لو كان هناك دليل فلم اعثر عليه. أنت واثق؟ أبحثت في المكان الصحيح؟ ربما لم أنتبه لشيء ما في الخطاب. يا جماعة قد يكون مرضاش يقول له لا حاجة. الغارة منذ قرون. حسنا. هل توجد أوراق للمكان كالمخططات؟ ربما مجموعة من الملفات القديمة. حسنا عظيم عظيم. ابحث في هذه ولنرى ما ستجد. سأتحدث لسام إنه الخبير بعالم إيفري. ربما سيوضح بعض الأمور. حسنا سأفحص الملفات. استدر. نعم. كده هيبدأ يكلبش تاني يا جماعة. كده يا جماعة يبقى نهينا حلقة النهاردة. ياريت يكون الفيديو عجبكم. ياريت اللي عجب الفيديو ما تنساش ينزل كامل لايك الفيديو. ولو كنت جديد معنا اشترك في القناة. ولو حابب ان احنا نلعب لعبة معينة اكتب لنا في الكومنتات. يلا اشوفكم على خير.